بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 7 عناصر من قسد حاولوا مهاجمة منطقة درع الفرات شمال سوريا وفق بيان الوزارة. فريق منسقو استجابة سوريا يقول إن 79 من النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا يخشون انتشار الأمراض الجلدية نتيجة الضعف الشديد في تأمين المياه. الإدارة الذاتية التابعة للإقتصاد تفصل نحو 200 موظف لديها في محافظة الرقة بسبب رفضهم الالتحاق بلجان الطوارئ والمشاركة في التصدي للعملية العسكرية التركية المرتقبة. مقتل 3 عناصر من تنظيم الدولة وإصابة آخرين بخصف جوي من الطيران الحربي الروسي في بادية مدينة الرصافة غربي الرقة. لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يقول إن نظام الأسد يرعى تهريب المخدرات من سوريا ويطالب الرئيس بايدن بالتحرك لوقفه. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو السلطات اللبنانية إلى ضمان السيادة القانوني والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد اللاجئين الأجانب المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.